على العافية، كيف حالك؟ ايش اللي رجعك عبد حنون؟ واحد دحين راضي. هنا كانت تتمركز قوات الاحتلال في هذه الساحة. احنا صرنا مجبرين للعودة، احنا صرنا مجبرين لانه احنا قاعدين في خيام، في خيام في المدارس الوكالة. احنا الان رجعنا هنا، انا والجماعة هذول رجعنا هنا، اخلي يمكن اكثر من 60-70 عيلة رجعوا. كل هاي الناس دخلت الخيام. والله احنا منطول في هالطحين، في هالدار محطوط تحت الردم رغم الخطورة والهذا، الا من نطول الطحين لانه فيش مساعدات بتمرق على الشمال. فيش مية حلوة في البلد نشربها، وانبعوا بروح مية حلوة بيكتبوا لنا فماذا نحن فاعلون؟ نحن هنا بقلون، فنحن شعب لا يعرف العيش إلا على هذه الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله، والوضع عايز كفى على الآخر.